سكراب انستونطاني، يعني مقشر مقشر كنا غنستعملوه مره ولا جوج المرات في الاسبوع، كنأكد عليه مره حتى جوج المرات في الاسبوع، ما يمكنش نتجاوزوا هذا الشيء، لان الا بقينا كنقشروا في البشره غنحيدوا هذا لاكوش كيغاتينوز، هذه اللي كتكون في البشره غادي نرهفوها وغتولي عرضه للحروق باشعه الشمس. دونك لا فريكونس ديتيليزاسيون دو سو فيس سكراب كتكون اون فوا ا دو فوا بار سيمين. دونك كما غتشوفوا حنا غنابليكيو، ها هو راه فيه حبيبات، هذوك هما اللي كيعاونوا على السكراب. ها هما كتشوفوهم، هاد الحبيبات هادو هما اللي كيعاونوا على التقشير. هاد الحبيبات شنو تيكون الدور ديالهم؟ تيكون الدور ديالهم انهم تيدخلوا للمسام وتحيدوا منهم كاع الاوساخ. هذا اللي كيخلينا نستنتجوا ان لك داومنا على هذا الفيس سكراب ودرناه بطريقه صحيحه ما غيبقاوش عندنا الرؤوس السوداء في البشره، ان هاد لي سكراب هما اللي تيحكوا لنا المسام وتخرجوا منهم هذوك الاوساخ. يعني مثلا ابليكيو بسخاء هاد لي سكراب باش تكون عندنا واحد روتين ديال الغسيل اليومي للوجه يكون صحيح. خاصنا نحترموا هادشي اللي قلت لكم باش دائما كيبقى المفعول ديال هادشي دون لو كوتي بوزيتيف نو دون لو كوتي نيجاتيف. دونك هكا كنخليو، هذا كيبقى لنا واحد المده ديال 10 دقائق باش نخليوه يتغلغل في البشره مزيان باش يعطينا تقشير جيد. دونك ابخي دي مينوت كما كتشوفوا السكراب تنديرو ليه بحال هكا، دائما كنخدمو التقشير عكس عقارب الساعة. واحد السؤال بالنسبة للسكراب، واش دائما خاصنا نستعملو هاد لي كوطون ولا نقدرو نديرو غير بإيدينا؟ ضروري ديري لي كوطون ديسك ولكن يكونو كوطون بيولوجيك. علاش كوطون بيولوجيك؟ لان تيكونوا منتجين بواحد الطريقه صحيه وصديقه للطبيعه. ما يمكنش حنا كندعيو اننا نصيبوا وجهنا مزيان وما نحافظوش على الطبيعه اللي كتعطينا هاد الغسولات اللي كتوفرهم لنا. دائما انا كنصحكم بالكوطون بيولوجيك لانه دغيا كيديغرادا في لا ناتور بيو ديغرادابل و اون ميم طون تيكون حنين على البشره ما كيجرحهاش، لان الكوطون العادي كيجرح البشره. يعني الخطا اللي كنديرو انا لاحظ دابا في هاد الاوبيراسيون ديالك الاخت شوا فرح، هو اننا ملي كنديرو الكوماج يعني نيمبورت برودوي كنخدمو غير بايدينا، يعني النتيجه لا غيان ما والو. كتخدم بيديك سيرتو الناس اللي عندهم ضفار غادي يجرحوا البشره ديالك. فوالا نورمالمون الا ابليكيتي بان كوتون ما تيكونش عندك وكتكون النتيجه افيكاس، كتكون زوينه وما عندكش كونتاكت ما بين الضفر واللحم، لانك انت باغي تديرو باغي تنقي البشره. ولا كان عندها ان كونتاكت افيك لي زونغل، لي زونغل راه كما كتعرفوا راه عامرين بكتيري. سمعتوا البنات؟ دونك خاصكم ديروا بحال هكا. شوفوا هانتوما انا كنبقى نسكرابي وميم طون كنحاول نبينيتري في لابو. ركزوا 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 البنات بحال هكا باش كندير واحد التقشير. هانتوما شوفوا فوالا كتولي لا زون لي كنسكرابيوها كتولي دايزه فيها لا سيركولاسيون دو سون وكنخرجو مزيان منها لي بورت الشوائب لي زامبورتي كلهم تيخرجوا. ركزوا معايا على الشوائب اللي تيخرجوا. هانتوما شوفوا هما دوك لي سكراب تبدل ليهم اللون، تنفخو تبدل ليهم اللون هذوك الحبيبات. علاش؟ لانهم دخلوا وسط المسام وبانوا كثر ملي كيدخلوا وسط المسام كيتبدل ليهم اللون وكل شيء تيتبدل ليه بهاتو. انهم دايروا لانهم داروا لي فري ديالهم رياكسيون افيك لي بور عندهم ان تري بون افي.